ولاية وهران اعادت العده وهي جاهزه لاستقبال تلاميذ الاطوار الثلاثه في هذا الموسم الجديد. 428 الف تلميذ سيعودون في هذه اللحظات الى مقاعد الدراسه عبر 900 واكثر من 900 مؤسسه تربويه في المراحل الثلاث. كنا استقبلنا عدد مهم ومعتبر من المنشات التربويه الجديده التي ستضاف إلى حظيرة المؤسسة التربوية بولاية وهران. 10 مجمعات مدرسية في الطول الابتدائي، 68 قسم للتوسيع كذلك في الطول الابتدائي، 11 مطعم مدرسي جديد، متوسطة، ثانويتين، قسمين للتوسيع في الطور المتوسط، 3 وحدات للكشف والمتابعة، ونصف داخلي إضافي، وقاعتين للتربية البدنية والرياضية.